بسم الله الاب والابن والروح القدس الاله الواحد كريستوس سميست اليسوس سميست. احنا في السيشن الاولى اتكلمنا عن دور الاسره في وان احنا نبقى اللي يعني خط الدفاع الاول في خدمه اولادنا، ومش من اللائق ان احنا نرمي كل الحمل على الكنيسه، لكن احنا لينا دور، ويبقى ان يكون دور فاعل ومهم. طبعا ده ما يلغيش ان برضو الكنيسه عليها مسؤوليه، والمسؤوليه بتاعت الكنيسه مش اقل من مسؤوليه البيت، وان كان زي ما اتفقنا ان الاثنين يكملوا بعض. أنا بس دقيقة واحدة كده أركز معاك ودقيقة واحدة. سوري. أنا بس بطلع الحاجة قدامي. إيه دور الكنيسة؟ طبعاً إحنا دايماً بنمثل علاقتنا الروحية بربنا زي الصليب. الصليب ليه ضلع رأسي، ضلع أفقي. ضلع أفقي يمثل الكنيسة، كلنا في حضن المسيح. ضلع رأسي يمثل علاقتي أنا بربنا. فأنا في حاجة شخصية بيني وبين ربنا داخل بيتي في مخدع أو وفي علاقة بيننا وبين بعض مع ربنا في الضلع اللي هو المسيح فاتح أحضانه عشان يلم الجميع، زي ما قال القديس أثناسيوس إنه على الصليب كان مادد إيده الشمال وإيده اليمين، بإيد بيجذب اليهود وبإيد يجذب الأمم، كونه كنيسة واحدة. فعشان كده في تكامل دايما بين خدمتي في الأسرة وخدمة الكنيسة لأسرتي، أو خدمتي أنا في الكنيسة لأبناء الناس، يبقى بنكمل بعض. مش من المناسب أني أخدم أبناء الناس وأنا ما عرفتش أخدم أولادي، لازم يكون لي دور في بيتي. ومش من المناسب أن أنا أخدم أولادي وامنعهم عن الكنيسة بس أن إحنا عندنا اكتفاءنا الذاتي، إحنا في البيت بنعمل مدرسة. فيبقى لازم الاثنين مع بعض. أول علامة من علامات الخدمة السليمة الكنيسة هي تبعية المسيح. يقول ربنا يسوع في يوحنا 12:26 إن كان أحد يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي. يبقى الخدمة السليمة هي إنك تمشي في أثر خطوات السيد المسيح. هو بيعمل ليه نعمل زي هو ماشي فين نمشي وراه، ونتتبع خطاه زي ما احنا بنقول في لحن اويه انسوك، نتبعك بكل قلوبنا ونخافك ونطلبك يا الله لا تهدنا. فالخادم الروحاني هو اللي بيحط رجليه مطرح رجلين المسيح، هو اشفق على الخطاه، هو اتعامل مع كل الناس، زار البيوت، كان في اجتماعات عامه جماهيريه، هو كان بيشفق على المرضى، بيشفق على الفئات المنبوذة. باختصار الكتاب قال كان يقول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. يبقى هنا المطلوب ان احنا فعلا نقول نصنع خيرا كمثل سيدنا ربنا يسوع المسيح. هي دي الحاجة اللي تخلينا فعلا مسيحيين وخدمتنا ماشية صح. لاحظوا ان ربنا يسوع المسيح وهو بيخدم تقريبا ما عملش مشكله مع حد، ما اصطدمش، كان جاي يصالح مش يصطدم. وبالتالي خدمه الكنيسه يجب ان تكون خدمه تصالحيه ما فيهاش اصطدام. والخادم الامين هو اللي يقضي وقته كله عمل بناء ايجابي،
واوعى لو سمحت تنقل لبيتك سلبيات من الكنيسة. يعني ايه تقعد انت ومراتك تحكوا ابونا عمل ايه وسيدنا عمل ايه والبابا عمل ايه والاصحاب عمل ايه. انت توصل رسالة سلبية لأولادك، كيف تطالبهم بعد كده ان هم يواظبوا على الكنيسة ويعرفوا ربنا يحترموا ابونا يحترموا سيدنا؟ اذا كنت انت كنت في البيت عمال تجيب اخبار سلبية، يبقى نمرة واحد اعمل زي المسيح. نمرة اثنين، الخدمة لازم يكون فيها تعب، خدمة الكنيسة لازم الكنيسة تتعب، واحنا تعلمنا من بابا قال ان احنا لما نتعب الشعب يستريح، ولما احنا نستريح الشعب يتعب، وانا قررت اني اتعب والناس تستريح. هقرا لكم من معلمنا بولس الرسول اتعاب الخدمه بتاعته ايه، علشان اي حد فينا تعبان يسكت ويقول انا فعلا ما عملتش حاجه، محدش يشتكي. بيقول: نظهر أنفسنا كخدام الله في صبر كثير، في شدائد، في ضرورات، في ضيقات، في ضربات، في سجون، في اضطرابات، في أتعاب، في أسهار، في أصوام، في طهارة، في علم، في أناة، في لطف. إذا كل ده لما يقول بمجد وهوان، بصيت رديء وصيت حسن، كمضلين ونحن صادقون، كمجهولين ونحن معروفون، كمائتين وها نحن نحيا، كمؤدبين ونحن غير مقتولين، كحزانة ونحن دائما فرحون، كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. أي حد فينا تعبان في الخدمة يبص على النص ده يقول أنا ما عملتش حاجة، على الأقل في ضربات وفي سجون ولا في اضطرابات ولا في اتعاب اضطهاد من الخارج. الدنيا بالنسبه لنا بيسفول، حبه متاعب كده ذهنيه ولا جهد بدني ولا حد مزعلني ونقعد بقى نشتكي، ده الواحد يطلع ان هو ايه ما خدمش خالص. يبقى نمره واحد تبعيه المسيح، نمره اثنين نتحمل متاعب في الخدمه. قالوا لنا زمان واحنا صغيرين اليوم اللي تنزل فيه خدمة كان عادة يوم الجمعة، لو روحت مش تعبان مرهق يبقى انت ما خدمتش. يعني معيار الخدمة انك تبقى منهك. فأوعوا حد فينا يخدم في الكنيسة بتكاسل، لان في آية مرعبة جدا بتقول من يعمل عون من يعمل عمل الرب برخاء. نمرة ثلاثة، مبدأ مهم في الخدمة هو نضع في ضمائرنا أن كفايتنا من الله. برضو في كورنثوس الثانية صح ثلاثة يقول: ليس أننا كفاة من أنفسنا أن نفتكر شيئا كأنه من أنفسنا، بل كفايتنا من الله الذي جعلنا كفاة لأن نكون خدام عهد جديد. النص ده جميل في حاجتين: اوعى تفتخر بانك انت عندك كفاءة معينة في الخدمة، لان تفتخر بقيمة ربنا اللي مديها لك، واوعى تمتنع عن الخدمة بحجة انك ما عندكش كفاءة. الاثنين خطرين يهددوا خدمتنا في الكنيسة. كفايتنا من الله معناها عندما تكون كفءا في مجال ما، يعني مثلا انت كفء في الالحان او صوتك حلو في الترانيم، او انت كفء في انك بتحكي للولاد قصص خليهم مجذوبين جدا اليك اتراكتد، او كفء في شرح الانجيل، او كفء في العقيده. ربنا مديك كفاءه معينه. يقول معلمنا بولس: اي شيء لك لم تاخذه، وان كنت قد اخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ إيه الحاجة اللي عندك جيبها من بيتك؟ مش كلها ربنا مديها لك؟ طب لما هو مديها لك بتفتخر ليه كأنك مش واخد؟ أي شيء ليك لم تأخذه، تقول يا رب ما فيش حاجة، العقل أنت مديهوني، الصحة أنت مديهاني، كمال الوجه أو قبول الناس
انت مدهوني، النطق واللباقة انت مدهوني، الفهم والذكاء انت مدهوني، ايه انت جبته من عندك؟ فكفاياتنا دايما تكون من الله. طيب قوم يكلفوك بخدمة وانت تشعر انك غير كفؤ، لا تتقهقر، تجعش، تقولش انا مش هقدر. ودي الغلطة اللي كان هيقع فيها موسى النبي لما ربنا دعاه للخدمة، 5 مرات يعتفي، وفي الآخر قال له بص يا رب ارسل بيد من ترسل، أشوف لك حد غيري. فحمي غضب الرب على موسى، لأن يا موسى أنا قلت لك أنا أكون معك، عايز تاني؟ أنا أكون معك. لما قال له أنا لست صاحب كلام لا من أمس ولا من قبل أمس ولا من حين كلمت عبدك، أنا يعني ما عنديش لباقة، قال له مين بيدي الإنسان كلام؟ أو مين اللي بيخلق أصم؟ أو إنسان بيتكلم؟ مش أنا؟ أنت عايل هم ليه؟ إني أكون معك. عشان كده كفايتنا من الله دي حاجة كويسة، يخليني مطمن وتخليني لا أفتخر. وخلي بالك اللي يفتخر بأي موهبة ربنا مديها له ممكن تؤخذ منها. يعني في نص جميل يقول من له يعطى ويزاد، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. رابع مبدأ في خدمتنا الكنسية هو الإحساس بالمسؤولية. كل واحد في المكانة اللي ربنا حطه فيه، البابا، الأسقف، الكاهن، الشماس، الخادم، الخادمة، كل واحد ربنا مديله مكانة معينة في الكنيسة. أنت كمان سواء كنت تخدم في مدارس أحد أو جماعات شباب أو غيره أو شماس أو أنت خادمة، أو حتى وإحنا في البيت مش بنخدم في خدمة الكنيسة الرسمية ومستنيين نتلقى فقط خدمة الكنيسة، في كل موقع نحن مسؤولون. ولاحظ أن حتى الشعب العادي محسوب في ضمير الكنيسة أنه خادم. تسمع في القداس أبونا يقول عبيدك قدام هذا اليوم، الكهنة والشمس الإكليروس وكل الشعب. كل الشعب محسوب في ضمير الكنيسة أنه بيخدم، عليه مسؤولية على الأقل. هو طبعاً مفروض الوضع السليم إن كل شعب الكنيسة يشترك في الخدمة، لكن عملياً في ناس بيجي يحضروا القداس يصلوا مع غيبين عيالهم ويروحوا بيتهم وما لهمش في الجو ده، أو ما متعودوش عليه أو متعلموش. وممكن يقول لأبونا لو محتاج أي حاجة قول لي، أو مثلاً أنا ممكن أخدم نيو كامرز، ممكن تخدم بأنك بتعطي فلوس للخدمة للكنيسة هكذا. لكن ستيل عليك مسؤولية. على الأقل لما تجيب ولادك للكنيسة عليك مسؤولية إنك تجيبهم بدري. طبعاً ربنا يفتح الكنائس بعد ما تنتهي أزمة كورونا دي. أنا بصلي أحياناً عندكم وبعدين ألاقي في طفل جاي ماسك التونية وعايز يلبس، رحنا قراية الإنجيل ولا حتى صلاة الصبح. ما بقدرش اقول له يا ابني انت اتاخرت، مش هو اتاخر، انت اللي اتاخرت، انت ابوه جبته متاخر. مهما كان في مسافات، انا عارف في ناس بتسافر ساعتين عشان يروح القداس، بس انت ما تقدرش تعمل كده مع الشغل بتاعك. ففي مسؤوليه، انا بسلم اولادي سر الايمان، سر التقوى. عشان كده اسمعوا النص ده من متى 24، من هو العبد الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيهم الطعام في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. مسؤولية. حق أقول لكم أنه يقيم على جميع أمواله، ولكن إن قال ذلك العبد الرديء في قلبه إن سيدي يقتل كلومه، يبتدي يضرب العبيد الرفقاء ويأكل ويشرب ويسكر، يأتي سيدك عبد في يوم لا ينتظر، في ساعة لا يعرفها،
فاقطعه من وسطه ويجعل نصيب مع عديم الإيمان. هناك يكون البكاء وسر الأسنان. مسؤولية خطيرة لما ربنا بيكلفك بخدمة تقوم بيها بمنتهى الاهتمام. شوفوا كنيستنا القبطية جميلة ازاي؟ من يوم ما صدر قرار بقفل الكنائس بسبب الكورونا فيش كاهن بطل يخدم، فيش خادم بطل يتواصل مع أولاده. النت انشغل بالعظات والترانيم واللقاءات والمسابقات، حاجة تطمن إن الخدام والكهنة قلبهم جوه الخدمة، وإنتوا نفسكم قاعدين عاملين يوم روحي أونلاين. وفي عندنا كنائس عملت مؤتمر 3 أيام كل واحد في بيته. بس المهم كلمة ربنا توصل لكل إنسان. ليه بقى الخدام بيعملوا كده؟ هو بان بقى عشان في ناس أحيانا يفكروا إن لما الكنيسة بتعمل مؤتمر في عائد مالي. عائد مالي ده كتير من المؤتمرات بيبقى عليها دعم الكنيسة بتعمله عشان تطلع المؤتمر. انت عارفين كده كويس. بس هو الخدمة هدفها كلمة ربنا توصل للناس. طب قفلوا الأماكن وممنوع التجمعات هتوصل كلمة ربنا للناس، لأن في مسؤولية علينا. طول البسخة الناس قاعدة في بيوتها لكن الكنيسة مش سايباهم. ليل نهار في تواصل. كل دوت بيبين الإحساس بالمسؤولية. أبونا مسؤول وأنت مسؤول وخادم وخادمة، كل إنسان في موقعه، ولازم يحط عينيه في وسط دماغه علشان هيتسئل عن هذه المسؤولية. نمرة 1 تبعية المسيح، نمرة 2 نتحمل الأتعاب بشكر، 3 نحط في بالنا أن كفايتنا من الله، 4 نخدم وإحنا حاسين أن في ضرورة موضوع علي. نمرة 5 الصلاة. ما ينفعش خدمة من غير ما يكون الخادم رجل صلاة. اسمعوا القول ده اللي قاله صمويل صمويل النبي للناس اللي كان بيخدمه في صمويل الأولى 12:23. يقول: أما أنا فحاشا لي أن أخطئ إلى الرب فأكف عن الصلاة من أجلكم، بل أعلمكم الطريق الصالح المستقيم. حاشا لي أن أخطئ إلى الرب. اعتبر نفسه لو ما صلاش من أجل الناس اللي بيخدمهم يعمل خطية. اوعى تفكروا ان الخطية هي حاجة فقط كسر الناموس، واحد بيزني او بيقتل او بيسرق، هو دي الخطية. الخطية لها مفهوم واسع جدا، من ضمنها من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية. ما هو ربنا لما هيجي حاسب الناس مش هيقول ابعدوا عني يا فاعل الاسم لانك قتلت وزنيت وسرقت وشهدت بالزور، لا، ده يقول لاني جعت فلم تطعموني. يعني هنا كان قدامك فرصه تخدم الاخرين وانت امتنعت، صارت خطيه. كنت عطشانا فلم تسقوني، كنت مريضا فلم تزوروني. إذن هنا المعيار اللي حطه المسيح إن إحنا نعمل حاجات نعمل بها خير للناس، يعني يقول يصنع خير نعمل زي. طب واللي جات له الفرصة ما عملش تبقى خطية. من يعرف أن يعمل حسن ولا يعمل فذلك خطية. صمويل النبي اعتبر لما يكون قدامه فرصة يصلي من أجل المخدومين وهو أثر صارت خطية. أما أنا فحاشا لي أن أخطئ إلى الرب فأكف عن الصلاة من أجلكم. يعني معناها صلاة مستمرة من أجل المخدومين. ويقول معلمنا بولس في كلوسي: مصلين لأجلكم. وقال لهم، يعني في كلوسي 1 قال لهم أنا بصلي من أجلكم، كلوسي 4 قال مصلين في ذلك لأجلنا نحن أيضا، ليفتح لنا الرب بابا للكلام لنتكلم بسر المسيح.
يعني نصلي من أجل الكنيسة، نصلي من أجل الخدمة، نصلي من أجل المخدومين، ونطلب منهم يصلوا من أجلنا. لاحظوا أن احنا أول أشية في صلوات الكنيسة أشية السلامة أذكر سلام الكنيسة. ثاني أشية أشية الآباء أذكر البابا والأسقف والكهنة. يعني الكنيسة علمتنا أن احنا نصلي من أجل الكهنة على رأسهم البابا. احنا من قبل بابا نقول استكرنا في صلوات، يقول أنتوا صلوا لي يا سيدنا العفو، أنت اللي تصلي لنا. العفو يعني إيه؟ ما الكنيسة علمتنا نصلي أذكر رب البر، أذكر رب الأسقف. فدي الصلاة من أجل الآخرين، دي حاجة مهمة. يقول معلمنا يعقوب صلوا بعضكم لأجل بعض، تبقى قوة عظيمة فعالة، تلبط البر تقتدر كثيرا في فعلها. فهنا الخدمة لازم تكون متحوطة بالصلاة. يعني إذا كان دلوقتي مش قادرين نقابل مخدومين بسبب الظروف، وبنقدر يدوبك نقابلهم أونلاين زي ما نعمل معاكم دلوقتي، لكن ضروري إن كنت تملوا الجو بالصلاة، تكلموا مع ربنا بخصوص الناس اللي أنتوا بتخدموهم. نمرة 6 القدوة. يعني أهم خدمة في الكنيسة هي خدمة القدوة دي. الناس يروا فينا مثالا. يقول معلمنا بولس لتلميذه تيموثاوس: لا يستهن أحد بحداثتك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، الطهارة إلى آخر. ويقول تلميذه تيتوس: مقدما نفسك في كل شيء قدوة للأعمال الحسن، ومقدما في التعليم نقاوة ووقارا وإخلاص. يجب أن الكنيسة دائما تبقى قدوة. كان في حد بيتكلم كده على التليفون وبيقول يعني ايه كنيسة تتقفل؟ نحن عندنا في مصر المترو مليان ناس، والمولات مليانة ناس، والشوارع مزدحمة، جات على الكنيسة. فبنته صغيرة راحت واخدة منه التليفون وقالت: يا سيدنا لا، الكلام ده مش مزبوط. فعلا الكنيسة يجب ان تكون بايونير. الكنيسة هي الاستنارة بتاعت المجتمع، هي اللي بتعلم الناس الصح. الناس كلها تمشي غلط إلا الكنيس. صح إن قداسة البابا أول واحد يقول نقفل الكنائس علشان نبقى قدوة للناس إزاي يبقوا يحافظوا على المجتمع، يحافظوا على نفسهم، يحافظوا على الآخرين. برافو عليك. الكنيسة يجب أن تكون منارة. كل اللي بنعمله في الكنيسة يكون قدوة للمجتمع وللناس. ويصحش العكس تماما. صحش إن الكنيسة تبقى متأخرة، أو بتعلمنا نفكر في نفسنا ما نفكرش في الآخرين، أو تعلمنا التمرد على المجتمع أو على الأنظمة أو على القوانين أو التعليمات اللي جاينا من أي حتة. الكنيسة تبقى بايونير في القدوة. يقول معلمنا بولس فرانسيس الأول إصحاح 10: فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا، فافعلوا كل شيء لمجد الله. كونوا بلا عثرة لليهود والعنيين وللكنيسة، كما نرضي الجميع في كل شيء، غير طالب ما يوافق نفس، بل الكثيرين لكي يخلص. مهم أن الإنسان يكون قدوة في حياته. وطبعا المخدومين عادة يتعلمون من حياتنا قبل أن يتعلموا من أقوالنا. التعليم بالقدوة أقوى وأوقع وأسرع. يعني حتى في البيت في فرق بين أب طول النهار والليل يدي تعليمات لأولاده، ولكن هو حياته ماشية في اتجاه غير التعليمات. عمليا هيحصل إيه؟
الولاد هيبقوا كلامان جاي وهم طول النهار يسمعوا تعليمات فهيتعلموا ان هم يقولوا تعليمات عمليا هيعمل زي بابا. يا ابني لازم تحب اخوك وهو شايف ان بابا وعمه متخانقين بقالهم سنتين ثلاثة مش بيتكلموا مع بعض فهو هيك يستخدم كلمة حب اخوك ويتخانق مع اخوك. الاثنين موجودين، الكلمة موجودة والعمل موجود. عشان كده احنا لما بنلاقي فجوة كبيرة بين ما نقول وما نعمل دي حاجة تربوية، احنا يعني في التربية بتاعتنا ممكن نكون اتعلمنا دي. ابونا في الوعظة بيقول كلام غير التصرفات اللي احنا شايفينها بعنينا، بابا في البيت بيقول تعليمات غير حياتنا اللي احنا عايشينها مع بعضينا. بسمع منه احسن كلام مش لاقي نفس الكلام في الحياة. يقول لك أسمع كلامك أصدقك أشوف أعمالك أتعجب. فأزمة كبيرة تعمل فجوة بين الواقع والخيال، يبقى كلامنا في الخيال والواقع بتاعنا يكذب أقوال. الكلام ده بالنسبة للأب في البيت والأم والخادم والخادمة والشماس وأبونا والأسقف كلنا. يجب أن نكون قدوة للمؤمنين. نمرة 7، الرعاية محتاجة تركيز. يعني أنا بتخيل لو في مريض نايم في انتنسيف كير وبعدين في ممرضة مفروض إن هي بتابعه، تبقى عينيها على كل المونيتورز لأن في لحظة لو حصل أي حاجة ممكن تبقى فيه كارثة كبيرة. لكن هي قدامها المونيتورز وعمالة تتفرج عليها وفي نفس الوقت مشغولة بحاجة تانية، ما تبقاش بتقوم بدورها بكفاءة. فإحنا كمان في الخدمة يجب إن إحنا نركز على النفوس اللي ربنا أتمنى عليها. لما المسيح قال لبطرس ارعى خرافي وارعى غنمي، معناها ركز. الرعاية معناها التركيز، الاهتمام بكل الجوانب. سفر الأمثال يقول معرفة اعرف حال غنمك واجعل قلبك إلى قطعانك. معرفة اعرف حال غنمك واجعل قلبك إلى قطعانك، يعني ركز. ويقول برضو معلمنا بولس لتلميذه تيموثاوس، لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك في تركيز، لأنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. طبعا من جمال خدمتنا في الكنيسة هو توزيع المسؤوليات. إمتى بتحصل السلبيات؟ لو أنا كأسقف ماسك عدة كنائس اديت تعليمات محدش يرفع رجله إلا لما يستأذن، محدش يشيل حاجة إلا لما يقول لي، الناس تبقى مشلولة. وبعدين يجي أبونا في الكنيسة يعمل نفس الوضع، أنت عملت دي ليه من غير ما تقول لي؟ أنت وديت دي فين من غير ما تقول لي؟ اللي بيحصل إن الناس تبقى مشلولة مش عارفة تشتغل ونفسها تتسد والأعمال تقف لأنها متركزة في إيد واحد. أمال ليه في الإدارة عملوا ديليجيشن؟ مش عشان كل واحد يتحمل مسؤولية والأكبر واحد يبقى بس بمجرد كوردينيتور بينسق وبيشجع وبيحل المشاكل. فعلم الإدارة يقوله المدير الناجح هو اللي ما يعملش الحاجة اللي ممكن غير يعملها. طالما في غير يقدر يعمل حاجة أسيبها له وأشوف أنا حاجة ما يقدرش حد يعملها غيري، ما حدش ليه أثورتي يعملها غيري، لكن حاجة ممكن غير يعملها يعملها علشان يبقى ليه دور والناس كلها تبقى متشجعة. وفي نفس الوقت أنا ما يبقاش عليا عبء كبير. حكاية الديليجيشن بتاعت المناهج الحديثة في الإدارة موجودة في الكنيسة منذ أول يوم. أقول لكم إيه الدليل؟
البابا المفروض ان هو مسؤول عن الكنيسه الارثوذكسيه في كل العالم، ازاي يبشرها؟ فبيعمل ديليجيشن لاسقف، يرسم اسقف يبعت في الحته دي، انبا مينا امسك دي، انبا بولس امسك دي، ماشي. طالما البابا رسم اسقف وتجلس خلاص بقى هو يقوم بدوره، ما يقعدش البابا عايل هم الحته دي، خلاص اخلاها من دماغه وسلم مسؤوليتها لواحد. امتى يتدخل؟ لو ان لا سمح الله في مشكله محتاجه تدخل، والمشكله دي يكون ذات نفس الاسقف مش قادر يحلها، او هي المشكله تخص الاسقف مع شعبه او مع كهنه، يدخل الباب. غير كده ما يدخلش في خدمه ابرشيه تم تجليس اسقف ليها، ده ديليجيشن. فبيجي الاسقف عنده احيانا 10 كنائس، وعندنا في ابرشيات فيها 500 كنيسه، طب هيتابعها ازاي؟ فبيعمل وكيل للمطرانيه او وكلاء. يعني ابرشيات الضخمه عندنا تلاقي كل قطاع عامل له وكيل مطرانيه للحته الفلانيه. الوكيل دوت كم كاهن بيعمل له ريبورت، عشان ما يبقاش الاسقف قاعد في 500 كاهن بيتصلوا بيه. وبعدين سيدنا الاسقف بيرسم كاهن لكنيسه، معناها بيدير ديليجيشن ان يرعى هذه الكنيسه باسم الاسقف. ما يتدخلش بقى الاسقف في كل التفاصيل، يا ابني يا ابونا شيل شغلك. برضو مش هيدخل في خدمه الكنيسه الا لما يكون في احتياج، لكن ما خلاص الكاهن الرسم يقوم بدوره. بيجي الكاهن كمان لو شال الشيله لوحده مش هيخدم، فبيبقى في خدام وفي بورد للكنيسه، حاجه للاداره وحاجه للعمل الروحي. الخدام برضو في امين عام خدمه وفي امناء للمراحل، وكل امين معاه مجموعه خدام، وكل خادم عنده مسؤوليه محدده صغيره جدا. في الاخر ممكن يكون حضرتك عليك مسؤوليه 10 أو 15 أو 20 من المخدومين. لو عندنا أحيانا في كنائسنا في مصر فيها 100 خادم، قول 50 خادم، 50 خادم كل واحد مسؤول عن 20 مخدوم، 50 في 20 بألف، يبقى في 1000 تم خدمتهم كويس. الألف دول بتوع الكنيسة دي، وبعدين كنيسة جنبها وكنيسة جنبها 10 كنائس، عندنا 10,000 واحد بيتخدم كويس. وأبونا الأسقف بيجي يتابع ويصلي ويفرح بيهم ويعمد ويجوز ويجنز ويصلي قداسات ويرسم كهنة ويدشن مذابح وأيقونات، والدنيا ماشية، ما فيش عبء كتير على شخص واحد وما فيش حد اتنسى. تركيز مع المخدمين، لأن الإهمال بيؤدي إلى كوارث. أحيانا طبعا أنا نفسي بقع الوقعة دي، لما يكون في وسط زحمة الخدمة حد طلب مني حاجة وأنا نسيته، وبعدين ألاقي النتيجة كارثة كبيرة، والواحد يبقى ضميره تعبان، لأن أحيانا الحاجة اللي اتكسرت مش سهلة تتصلح. عشان كده وجود معاونين أكفاء وأمناء بيخلي فرصة الإهمال تقل ودرجة التركيز تكتر، لأن في عتاب قالوا ربنا لرعاة إسرائيل في حزقيال 34، قال لهم المريض لم تقووه، والمجروح لم تعصبوه، والمكسور لم تجبروه، والمطرود لم تستردوه، والضال لم تطلبوه، بل بشدة وبعنف تسلطتم عليه. في إهمال. خلي بالكم من ضمن الإهمال إيه؟ إن حضرتك بتحب أبونا قوي، فأنت عايز تستقطبه، تستحوذه،
عايزه يبقى بتاعك انت بس، واذا ما عملش كده بتتقمص، واذا عمل كده هيبقى النتيجه ان في اخرين ما لهمش وقت، انت واخد وقت كتير. فالسلبيه دي عايز نتجنبها بجانبين، انت ما تعملش كده في الكاهن، وانت ما تخليش حد يعمل فيك كده. انت خادم في الكنيسه، ما تديش فرصه لحد يستقطبك تبقى بتاعه. واذا حصل ان الواحد فينا غلط الغلطه دي، لما ينتبه يعالجها بهدوء، تديش فرصه لحد يستغلك يستولى عليك. بيبقى نتيجتها العمليه ان في ناس تانية بتهمل، والناس بتلاحظ ابونا ده ليه ناس، ودي عثرة مميتة في الخدمة. لما الناس تيجي عندها انطباع ان ابونا مش بتاعنا كلنا، بتاع حد بس، بتاع مجموعة. في الحالة دي هيبقى العتاب بتاع ربنا في حسكيال 34 مؤلم. هكذا قال السيد الرب: هأنذا على الرعاة وأطلب غنمي من يدهم وأكفهم عن رعي الغنم، ولا يرعى الرعاة أنفسهم بعد، فأخلص غنمي من أفواههم فلا تكون لهم مأكلا. لأنها كذا قال السيد الرب: هأنذا أسأل عن غنمي وأفتقده، كما يفتقد الراعي قطيع يوم يكون في وسط غنميه المشتتة. خلم يكون خادم تسبب في أن الغنم تتشتت. هكذا أفتقد غنمي، ربنا بقى اللي بنفسه مش هيبقى قاعد تحت رحمتنا، يقول لي اركن أنت على جنب وأنا هشوف شغلي مع الناس دي. طب ليه؟ دي حاجة يعني مرعبة. عشان كده العبد البطال اللي أخذ الوزنة ودفنها، لما جه سيده يشوف العبيد عملوا إيه بالوزنات، فجه واحد فرحان قال له: يا سيد، خمس وزنات أعطيتني هوذا خمس وزنات أخر ربحتها فوقه. قال له: نعم يا العبد الصالح، إن كنت أمين في قليل وقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. والتاني عمل كده. التالت بقى جه قال له: بص يا عم أنت، أنا علمت أنك قاسي، تزرع وتحصد حيث لم تزرع، وبتجمع من حيث لم تبصر، فأنا خفت منك ومضيت أخفيت فضتك، وأدي الذي خده. قال له: أيها العبد الشرير والكسلان، يا رب ما تسمعناش الكلمة دي، أرجوك ما تسمعنهاش، ما مش عايزين نسمعها. قال له: عرفت أني أحصد حيث لم أزرع وأجمع من حيث لم أبذر، كان ينبغي أن تضع فضتي عند الصيارفة، فعندما جئت كنت أخذ الذي لي مع ربح. يعني كان ممكن تسيب الفرصة لغيرك يخدم طالما أنت مش عايز تخدم. وقال لهم: خذوا منه الوزن معطوه للذي له العشر وزنات، لأن كل من له يعطى فيزداد، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. والعبد الباطل اطرحوه إلى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. الكنيسة يجب أن تكون منورة ومنورة. والكنيسة ده انتوا عارفين كويس جدا ما هيش المبنى، هديش شغالة والمباني مقفولة. والكنيسة مش أبونا. مين الكنيسة؟ أنت. الكنيسة هي كلنا. القداس نفسه يقول الكاهن، يقول الشماسة، يقول الشعب. كيف تكون الكنيسة بدون شعب؟ وإزاي أنت تنتقد الكنيسة في خدمتها وإن ما بتخدمش؟ لما تقول الكنيسة ما خدمتنيش، قول أنا ما اشتركتش في خدمة الكنيسة. اللي عنده وقت وصحة تعالى حط كتفك تحت النير وشيل معانا، بدل ما توقف تنتقد تعال اشتغل. في حاجة ناقصة في الخدمة تعالى انت اعملها. فيبقى كلنا مسؤولون وكلنا مطالبين أمام الله، وكلنا يجب أن يكون لنا مساهمة في خدمة الكنيسة، ويجب أن يكون لنا استجابة في خدمة الكنيسة. ما يبقاش خادم عمال بيهاتي مع المخدمين هم السائلين فيه.
يكون شابون عمال يعافر مع الناس والناس مش مستجيبة. دايما المسؤولية متبادلة ومشتركة. فده اللي يخلي الكنيسة ناجحة في خدمتها. ان كل الناس انفولفد. كلنا مسؤولين. كلنا بنشتغل مع بعض خلية نحن. كلنا اعضاء في جسد المسيح. انتوا عارفين ان جسد الانسان نموذج رائع جدا للعمل الجماعي المشترك. كل عضو في الجسد شغال شغلته في هدوء، ما بنسمعش صوته. الكبد شغال والكليتين شغالين والرئتين والقلب والنبض والدم والهضم والإخراج والعرق وغيره، كله شغال في هدوء وكله بيكمل بعضه وكله عارف إيه مكانه وإيه وظيفته وكلهم بيعملوا عمل واحد في شركة. ساعة ما الإنسان بينام الذهن يستريح، القلب يهدى، أعضاء الجسم اللي شغالة تشتغل في هدوء، ومن الإنسان ياخد طاقة حلوة ويقوم عشان يعافر في الحياة. أول ما بنقوم العضل يبتدي يشد والجسم يبتدي ينشط والهرمونات تبتدي تخلي الإنسان فايق وصاحي، وبعدين الحياة بتمشي بسبب الشركة في العمل في أعضاء الجسد. وده النموذج اللي الكنيسة أو الكتاب المقدس اختاره عشان يعبر بيه عن علاقتنا ببعض في المسيح. ربنا يبارك حياتكم ويخلي دائما الكنيسة مجيدة بخدمتكم واستجابتكم لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.